للتعليق على جلسة مجلس الأمن إذن التي طلبتها الجزائر بشأن قرار المحكمة محكمة العدل الدولية المتعلق بالإبادة الجماعية في غزة، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي أستاذ زياد المنجد. مرحبا بك أستاذ زياد. أهلا بك وبالسادة المشاهدين الكرام، حياكم الله. أستاذ زياد، يعني بربطها مع النتائج، إلى أي مدى كان مهما عقد هذه الجلسة لمجلس الأمن الدولي بعد قرار محكمة العدل الدولية وإجراءاتها المؤقتة؟ يعني بعد أن خلصت محكمة العدل الدولية إلى قرارها، ولم يكن هو بالقرار الحاسم لموقف الإبادة الجماعية اللي قام بها الكيان الصهيوني وما زال مستمرا في غزة، وعدم يعني دعوتها لوقف إطلاق النار، إلا أنه يعني هذا القرار يوفي بجزء كبير من الحقوق الإنسانية التي تضمن يعني يحتاج إليها الشعب الفلسطيني في غزة. طبعا يعني هذه الجلسة مهمة جدا، لأنها يعني ستبوت في تنفيذ قرار لمحكمة دولية، وهذه المحكمة الدولية أقيمت يعني حسب ميثاق الأمم المتحدة، وهذه المحكمة هي أعلى محكمة دولية في العالم، ولذلك عندما تصدر قرارا ولو أن صدر قرارها هو ملزم للطرفين، إلا أنها مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة أعطى للدول الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن نقض هذا القرار، بإمكان أي واحد من هؤلاء الخمسة الدائمين أن ينقض القرار. ولكن هنا نحن أمام يعني مجزرة حقيقية، مع يعني أمام إبادة جماعية، وهذا الأمر يدعو إلى أن نتثبت من أن هذه الدول الخمسة الأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة الذين صدعوا رؤوسنا بحقوق الإنسان وبتطبيق القانون الدولي، إلى أي مدى يمكن أن يحترموا قرار محكمة دولية. هذا هو القرار الأول في الفترة الماضية، ولنرى ماذا سيتمخض عنهم. ولو أنني أرى يعني الآن مجلس الأمن مجتمع، إلا أنني أرى أن المندوب الأمريكي خاصة سيستخدم الفيتو ويقول بأن قوات الاحتلال تدافع عن نفسها وأنها هذا واضح. أستاذ زياد، حتى من تصريحات قبل قليل المندوبة الأمريكية يعني في أثناء تعليقها كما تفضلت، يبدو أنه الولايات المتحدة تسير نحو هذا الاتجاه إلى حق النقض فيتو. ولكن عندما تقول أن أمريكا أن إسرائيل تدافع عن نفسها، فإسرائيل دولة احتلال، وقانون لاهاي المادة 34 من قانون لاهاي تمنع على أي دولة محتلة أن تدعي أنها تقتل الشعب الذي تحتله وتدافع عن نفسها. فهذا أمر على كل، هنا في هذه الجلسة سيتبين مصداقية هؤلاء الذين يدعون أنهم مع القانون الدولي ومع حقوق الإنسان، ولنرى ماذا ستتمخض عنه هذه الجلسة. أيضا إلى أي مدى ترى أستاذ زياد أنه كان لقرار المحكمة محكمة العدل الدولية يعني وقعا كبيرا على الاحتلال وحتى على حلفائه، ولا سيما فيما يتعلق بوكالة الأونروا الأممية وتعليق الدعم لهذه الوكالة في تنفيذ يعني خدماتها الإنسانية في غزة؟ يعني الكل متعاطف مع الكيان الصهيوني. أنا قلت في البداية بأن القرار لم يكن حاسما بالدرجة التي تتماشى مع آلية الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق شعبنا في غزة. يعني القرار لم يدعو إلى وقف إطلاق النار، ولم يثبت، قال أنه يمنع على الكيان الصهيوني أن يمنع الأمور التي تؤدي إلى إبادة جماعية، ولكن الكيان الصهيوني ارتكب كل الأشياء والأدوات، وارتكب كل الأدوات
التي تؤدي إلى تحقيق الإبادة الجماعية. والأنوروا، الأنوروا هنالك اتهام من الكيان الصهيوني بأن 12 موظف، ولدى الأنوروا آلاف الموظفين، بأن 12 موظف من موظفي الأنوروا يعني متعاطفين أو مع حماس. فكل الدول سارعت إلى قطع مساعداتها للأنوروا، ويعني بلينكين لم يستغرق الوضع معه ثواني إلا وأنه منع مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في تمويل الأنوروا، بينما الكيان الصهيوني منذ أكثر من 123 يوم وهو يرتكب الجرائم ورايح جاي يعني ذاهب من واشنطن إلى تل أبيب وإلى دول العالم، ولا يدعو إلى وقف حمام الدم الذي يجري في فلسطين وفي غزة بالتحديد. يبدو أيضا أن نتنياهو يقدم مشروع لإدارة عسكرية أمنية لقطاع غزة تدير هذه العمليات الإنسانية بعد هذه الاتهامات من قبل الاحتلال والولايات المتحدة لوكالة الأونروا. يعني طالما هو مسيطر على الأرض وبإمكانه أن يفعل ما يريد، ولكن يعني كل ما يمكن أن يقدمه لا يرقى إلى يعني فعل شيء، كما قال تقريركم أو أوردتم الأخبار أن هنالك 60% من المباني من مباني السكان في المدنيين في غزة تهدمت، والأمطار تهطل، وكل الاحتياجات الأساسية لم تعد متوفرة. فماذا يمكن أن يقدم هذا الذي قتل أكثر من 25,000 ضحية من شعبنا في فلسطين وجرح أضعاف مضاعفة منهم؟ ماذا يمكن أن يقدم لهم؟ هو إذا يعني خطأ هذه الخطوة ليشعر الناس أنه متعاطف مع بعض المدنيين وأنه يمكن أن يقوم مكان الأنوروا، ولكن هذا هو الدجل بعينه ولا يمكن أن يفعل شيئاً على مثل هذا مثل هذه الأمور على الإطلاق. ما خطورة أستاذ زياد استمرار هذا الدعم الغربي ولا سيما الأمريكي للاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم وبهذه الوحشية؟ إلى أي مدى سيؤجج ذلك يعني ربما توسع الصراع في المنطقة أكثر؟ يعني الصراع، شوف، بالنسبة للصراع في المنطقة لن يتوسع على الإطلاق. إذا قلنا أن الصراع الآن بين الفلسطينيين والاحتلال هذا أمر واقع، أما عندما نقول بأن الصراع في المنطقة بين الكيان الصهيوني ومع ما يسمى بمحور المقاومة والممانعة الذي تتزعمه إيران، فهذا أمر متفق عليه وقواعد الاشتباك معروفة، ولا يمكن أن تتوسع الحرب إلا ضمن الآليات المرسومة التي رسمتها إدارة بايدن مع ملالي طهران. فأنا لا أتوقع أن تتوسع هذه الحرب على الإطلاق. وبالنسبة لما يجري واستمرار ما يجري، أنا أخشى على القضية الفلسطينية. إذا استمر الكيان الصهيوني في قتل أهلنا في غزة وفي تشريدهم، وهنالك بعض الأخبار تقول بأنه الكيان الصهيوني يتفق مع عدة دول لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، إذا نجح الكيان الصهيوني في تحقيق هذا الأمر فعلى القضية الفلسطينية السلام. الأنظمة العربية مطبعة ومستمرة في التطبيع، وعندما تنتهي هذه البؤرة المقاومة للاحتلال في قطاع غزة سيصفى الأمر للكيان الصهيوني وتسير عملية التطبيع بين الأنظمة وتنتهي القضية الفلسطينية. لذلك نحن حريصون جدا على أن تبقى المقاومة صامدة، ولكن للأسف الشديد نحن كشعب عربي فاقدي الإرادة لا نملك الوسيلة لكي ندعم إخوتنا في فلسطين، وهذا أمر يعني
نتأسف عليه ولا نستطيع فعل شيء. شكرا جزيلا لك. إذن من لندن كاتب والباحث السياسي أستاذ زياد المنجد.